السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شو أخباركم؟ أهلا وسهلا بكم في قناة أور ميديسن. هذا الفيديو اللي هو عن حل الكيسز مال الجول بلادر، تمام؟ وإن شلون نتعامل ويا الكيسز مال الجول بلادر، فنتوكل على الله. الكيسز مال الجول بلادر طبعا هنا very important، وإذا نجي نريد نبلش، أنت إيش عندك هنا؟ يعني هو أكثر الأمراض سالفة الجالستون والستون اللي هو بالكومن بايل دكت، باعتبار الكوليدوكال سيست يعني نوعا ما هو سلايد، وحتى السؤال عليه يكون مباشر زين، فهو اكثر شيء هو حيكون التعامل ويا سالفه الجالستون. يجيب لك مثلا انه شيء يقول لك، يقول لك فيميل، هسه اللي هو موضوع الستون، فيميل مثلا بريزنتد اجتي يا بعتها بالم، وين هذا الالم؟ رايت ابر كوادرانت، اجتي عتها الم بالرايت ابر كوادرانت زين، ويا هذا الألم والله يابا أكو فقدان بالشهية، فقدان بالأبيتايت، بالإضافة إلى المهم إلى آخره. لكن عندي الموست امبورتنت إنه شنو مثلا قال لي إنه هي أوبيز سمينة زين، أو خلي هنا اللي هو إذا نريد نرتب معلوماتنا، فقبل سالفة اللي هو الألم خلينا نذكر اللي هو المعلومات اللي قبل تشيف كومبلينت، المعلومات البيرسونال اللي تفيد. أها المعلومات البيرسونال، فيميل أوبيز، فيميل أوبيز هذني ريسك فاكتور. قال لي اجتي عتها رايت ابر كوادرانت بين، الم بالرايت ابر كوادرانت زين، او مرات انه ممكن انه يكون اور، او مرات انه يكون ابيغاستريك. لحتى هسه هنا اوكي، هنا اوكي دكتور، شنو اللي يخليني افكر بالجول بلادر؟ مني يقول لي هذا الالم اولا انكريزد ان فاتي ميل، هذا الألم يزداد بالفاتي ميل، واحد. ثانيا ويا هذا الألم نوجيا and vomiting زين لو لا أوكي، ومرات أيضا يذكر أن يقول لك يابا هذا الألم radiated very important، من يقول هذا الألم radiated to the shoulder، من يقول يابا هذا الألم يضرب على الشولدر، ألم يزداد بالفاتي ميل وألم يضرب بالشولدر، رايت أبر كوادرانت سمينة أوبيز فيميل، من حقك أنه مبدئيا هنا ها تبقى شنو بعد صفات أضافية أربعة، وهي مورفي ساين، إذا جاب لك طاري مورفي ساين أنه قال لك بالإكزامينيشن، وما راح يجيب لك إياها بشكل مباشر، بس قال لك بالإكزامينيشن من تلمسنا البيشنت رأسا قطعة النفس، يعني ينطيك في التعريف للمورفي ساين، ممكن ينطيك إياها أو ممكن لا، لأن مو لهالدرجة يعني يعطيك الكيس واضح زين. دكتور هاي الدلالات الكلينيكال، أنا بس أريد هسا أخليك تضبط الكيس، لأن إحنا اتفقنا مو كل الصفات ممكن تجي، بس دلالات. هسا أوكي هاي الدلالة الكلينيكال، دكتور مثلا شنو ممكن بعد يريد يغششنا بالكيس؟ الألترا ساوند، يقول لك يابا والله بالسونار إنه شفنا لقينا، وهذا يعطيك بشكل مباشر إنه يقول لك لقينا ستون بالجول بلادر، تمام؟ فهذا أهم كلينيكال، وهذا أهم اللي هو عندك الألترا ساوند زين. هسه هذا مبدئيا، بالإضافة طبعا أنه راح يقول لك المريض، طبعا هذا very important، زائد أنه راح يجيك يقول لك المريض أنه عنده يابا جوندس، أها عنده يابا جوندس، والجوندس هي تعتبر الموست كمان. لحد هنا أوكي أي دكتور، هنا مبدئيا هسه شنو تشخيصنا؟ هسه هنا مبدئيا احنا قفلنا تشخيص إيش؟ تشخيص الجالستون زين، تشخيص الجالستون اوكي. تبقى هاي الجالستون ممكن ان تسبب مشاكل، صح دكتور؟ شنو هاي المشاكل؟ ناخذ السيناريو الاول، شنو هذا السيناريو الاول؟ انه قال لك مثلا مريضه كانت عندها جالستون، يعني قال لك بشكل واضح جالستون، او يعطيك شلون هذا السيناريو السابق بس يضيف عليه، شي يضيف عليه، يقول لك هاي الفيميل كان بالبداية عندها رايت أبر كوادرانت بين أو غيرها أو غيرها، لكن بالإكزامينيشن لقينا ماس، أها يعني نضيف، وأنا سنانة نفسها هاي تمام، نفسها هذا الكيس راح يضيفون عليه، شين يضيفون عليه؟ زائد نخلينا الاحتمالية الأولى، زائد ماس on the right هايبو، زائدا ماس بالرايت هايبوكوندريوم، ماس بالرايت هايبوكوندريوم،
انت ست هنا نرجع هنا نرتب معلوماتنا. من يجيب لك سيناريو واضح مال جالستون بس ما ذكر لك اي كومبليكيشن ولا قال اجى اكيوت ابدومن ولا تلمسنا ماس ولا 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 ولا, ولا معناته اذا جالستون صافيه. لكن 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 اذا ذكر لك ولو سطر انه داخله بكومبليكيشن ذيك الساعه انت تفكر بالكومبليكيشن مال الجالستون. مثل ايش؟ مريضة اتفقنا عندها مريضة اوبيز رايت ابر كوادرنت بين يزداد بالفاتميل ويرادياتد للشولدر, عرفنا انه جالستون. بس ضاف لي بالكيس قال لي لقينا ماس بالرايت هايبوكوندريوم. انت شو تفكر؟ يا هن من الكومبليكيشن اللي تتحول بيها الى ماس السائل مال الالتهاب ينحصر ويتحول الى ماس اسمها ميوكوسيل اوف ذا بلادر, وهذا موجود من ضمن اسئلتكم ميوكوسيل اوف ذا بلادر. زين هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني نفس الكيس, يقول لك يا بمريضة عندها ألم يزداد بالفاتميل وأوبيز ومدري شنو, لكن قال لك زائدا المريضة عندها جوندس, المريضة عندها جوندس وبرورايتس حكة وصاير عندها زنثوما زنثوما وصاير دارك يورين دارك يورين و بيل ستول. انت هنا شو تقول؟ تقول معناتها هاي المريضة اللي منطيني اول سطرين بالبداية من الكيس انه هي جالستون, بس بعدين من قال لي صار عندها جوندس وبرورايتس وزنثوما وزنثلسما ودارك يورين وبيل ستول, معناتها شو انطاني؟ انطاني اعراض مال انسداد مال اوبستركتيف جوندس. دكتور هنا أنا بيش أفكر؟ أفكر يم البيلياري, معناتها صايرة ستون بالبايل دكت. خصوصا مرة أنه حتى بالكيس يغششك يقول لك يا بعلما أنه سوينا سونار ولقينا كمان بايل دكت متوسعة. فأنت أنا مو تكتب التشخيص أنه إتس جالستون أونلي, لا, إذا كان أنت هم لازم تنتبه للأمسكيو, ترى مرات الأمسكيو تصدر تمام. إذا ضمن الأمسكيو أنه كمان بايل دكت ستون أو كوليدوكوليثياسيس سكندري كولودوكوليثياسيس, تختار السكندري كولودوكوليثياسيس. أنا هيك بس أريدك تفكر بالسيناريو صير ذكي. فالسيناريو الأول خاف يجيك على الميوكوس ميوكوسيل of the bladder, وثانيا خاف يجيب لك كيس أنه جالستون بس هي منتشرة بالكمان بايل دكت, فعرفنا شلون نعرفها كلينيكالي تمام. السيناريو الثالث إذا ناس هاي عرفنا أنه شنو, عرفنا أنه كمان بايل دكت ستون. زين إذا ذكر لي مثلا, إذا ذكر لي بالكيس قال لي مريضة أوبيز إجت عندها رايت أبر كوادرنت بين وهذا الألم يزداد بالفاتميل وهذا الألم مثلا يضرب بالشولدر, لكن البيشنت ولكن البيشنت صار عندها أبدومينال سوالينج يعني انتفخت البطن, زائدا ظل يستمر الفوميتينج ازداد التقيؤ, زائدا constipation امساك. دكتور هنا ايش نستنتج؟ نستنتج انه لاحت للامعاء يعني انسدت الامعاء. هاي الاعراض من تلقاها الم البطن وانتفاخه والفوميتنج والconstipation, ذول الرباعي من تلقاهم على انه انسداد امعاء. بس دكتور هل يا ترى اكو رابط بين الجالستون وبين انسداد الامعاء؟ اي ليش لا, جالستون إليس من حكيت وقلت لكم انه راح تعطل الامعاء بسبب الستون, فهذا يسمونه انا اللي هو very important be careful اللي هو سالفة الجالستون تمام إليس. فمن يجيب لك اعراض مال انسداد امعاء لمريضة انت عرفتها من الكيس مالتك جالستون انه معناتها هاي صايرة جالستون إليس be careful تمام. اريدك هيك انت تفصل بالسيناريو. بعد شنو دكتور السيناريو الآخر؟ سيناريو آخر هذا very important, وهو دكتور هاي البيشنت ابتلينا بيها يابا اتفقنا رايت upper quadrant pain وهذا الألم radiated للكذا للشولدر وهذا الألم يزداد بالفاتميل أوكي. خصوصا مرات يذكر لك بالهيستوري فد عوامل انت already تعرف انه هي داخلة بالستون, مثلا يقول لك والله هي تاخذ oral contraceptive pills تاخذ حبانة حمل, تدري هذا السالفة أيضا يهيج. عموما فعرفنا انه مبدئيا الاول سطرين يعني انه غششني في موضوع الجالستون, بس دخلك باللاكن بات بات
خير شكو شنو لكن؟ يقول لك لكن المريضة بدت يصير عتها شنو؟ بدأ يصير عتها أكيوت أبدومن. اجت للطوارئ اليوم أكيوت أبدومن. دكتور شنو يعني أكيوت أبدومن؟ يعني بطنها كلها توجعها وصاير عتها تندرنس. طبعا من تلقى أكيوت أبدومن يعني معناتها شنو؟ يعني معناتها طقت وصار بيريتونايتس. إذن معناتها أنه صاير بيرفوريشن. إذن معناتها أنه صاير بيرفوريشن. وطبعا هاي البيرفوريشن تحتاج عملية طارئة. دكتور أكو دلالة على البيرفوريشن؟ إي بالإكس راي راح يقول لك آير أندر دايفرام. يقول لك أكو هواء تحت الحجاب الحاجز. ذن من تلقاهم؟ أكيوت أبدومن وآير أندر دايفرام. معناته شنو؟ معناته أنه طقت وصار بيريتونايتس perforation وبالتالي peritonitis. هذا هو very important سالفة شو اسمه الجولبلادر والcomplication مالته. تبقى مرات أكو بالMCQ لسه ذكره أكو MCQ سطرني يقول لك all of the following are complication of the gallstone except. كان ضمن الخيارات a calculus a calculus كولي سيستايتس. دكتور شفنا احنا بالاسئله السابقه انه all of the following are complication except وماخذين هذا a calculus cholecystitis. لحظه هو شنو يعني a calculus cholecystitis؟ هاي الا نافيه يعني انه صار التهاب بالجولبلدر without stone. بس احنا نجي نسال نفسنا الكومبليكيشن مال الجالستون انه مو هي الستون هي نفسها راح تسبب الالتهاب؟ بنكرياتيتس تسبب، كوليسيستايتس تسبب اكيوت وكرونيك. بس نوع الالتهاب نسميه كالكولاس. يعني شنو دكتور كالكولاس؟ يعني صار التهاب بسبب حصوه. فهل يا ترى يصير اكالكولاس كوليسيستايتس؟ يعني التهاب مو بسبب حصوه؟ لا طبعا هذا ما له علاقه. وبالتالي هو اكالكولاس كوليسيستايتس انه هو يعني هو اصلا جايين في السؤال مالتك. هو السؤال شو يقول؟ يقول كلهم كومبليكيشن مال الستون ما عدا. بهذا الخيار هو شو يقول؟ A A A يعني نافية، يعني المريض صار عنده التهاب وما عنده ستون، A calculus cholecystitis. وطبعا هذا هو حيكون الخيار الخاطئ. زين هذا انتهينا. نجي مرات يجيك سؤال صافي وكيس صافي مو يم الجول بلدر، يم من كامل بايل دكت. فسننتقل الى موضوع انه شلون نقدر نتعامل ويا الكيسز مال الكامن بايل دكت. ها بالمناسبه قبل لا هاي خاف مني اسالك بشكل عام عن الجالستون، شنو الفيرست لاين كفيرست لاين انفستيجيشن؟ فانت عندك اللي هو الالترا ساوند. مني يقول لك منو الاكثر اكوريت الاكثر انفستيجيشن اكثر دقه؟ فانت شو تقول له؟ اكيد تقول له سي تي سكان. مني يجيب لك طاري يا هو الانفستيجيشن اللي راح تستخدمه حتى تعرف الستون لا رايحة للكومن بايل دكت لو لا. يعني مثل هذا السيناريو مالتنا الفوق انه جت جوندس وبرورايتس وزينثوما، يقول لك شنو الانفستيجيشن اللي انت راح تأكد بتشخيصك انه هي وصلت للكومن بايل دكت؟ تقول له اطلب ERCP. تمام خوش. هسه ننتقل الى موضوع الكيسز of the common bile duct stone. تمام common bile duct stone. اوكي الكومن بايل دكت ستون شلون حيكون البرزنتيشن مالته؟ انه هي ستون مثل ما اتفقنا سدت الكومن بايل دكت، فيجي المريض عنده اعراض اوبستركتيف. انه احنا اتفقنا راح يجي عنده باختصار نقدر نجمعها بكلمه اوبستركتيف باترن. يجي عنده سلوك الأوبستركشن. دكتور شلون نعرف هذا سلوك الأوبستركشن؟ راح تعرفه كلينيكالي ولابراتوري، من خلال الكلينيكال ومن خلال التحليل حسب الدكتور شو يعطيك بالكيس، يعطيك بس كلينيكال او يعطيك لابراتوري او اثنين هنا يريد يسهل عليك. دكتور كلينيكلي شنو اعراض انسداد الكومن بايل دكت؟ اي باللون الازرق زين جوندس وبالإضافة إلى الألم مكان الانسداد الابدومينال بين. بس هنا مو كلش يكون سبيسيفيك إبيغاستريك أو رايت أبر كوادرانت. بعد كلش مهمة ذن العلامات المبكرة اللي تصير ويا جوندس وهي دارك يورين، بحيث أنت من تلقاها نطخ ببالك. يقول لك اليورين راح يصير دارك والستول راح يصير بيل، الستول راح يصير شاحبة. وذن علامات متأخرة يصير من يطول الانسداد
اللي هو الحكة البروريتس تمام، بالإضافة إلى أعراض تراكم الكوليسترول بسبب الانسداد اللي هو الزنثوما والزنثلاسما. زين هذان النان اللي هو عندك أعراض الانسداد تمام. أوكي دكتور زين لابراتوري إيش راح نلقى؟ لابراتوري من راح يقول لك إنه عندي ارتفاع بالتوتال سيرم بالروبين، تحديدا عندي ارتفاع بالدايركت بالروبين، وألقى ارتفاع بالألكالين فوسفاتيز، وارتفاع بالجي جي تي جاما جلوتاميل ترانسفيريز. إذن ذولا ارتفاع بالدايركت والألكالين فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسفيريز. فإذا جاب لك هيك صفات كلينيكال بالكيس، أو إذا شو اسمه، أو إذا ذكر لك بالتحليل هيك بالضبط تكون هيك، مو لقيت الـ AST والـ ALT معلقات وذني مو يم الوضع نورمال، وانت من واحدة قلت انه هذا عنده obstruction. بالعكس AST و ALT إذا علقت يعني hepatic jaundice، يعني مشكلتي يم الليفر أصلا مو يم الكمان bile duct، مو صحيح؟ ف زين. وطبعا اكو شغلة أيضا clinical اللي هي الإسهال من يكون ب سوري إسهال بدهون أصفر ستيتوريا. فمن يذكر لك بالكيس هيك صفات كلينيكال او هيك صفات لابراتوري، انت شو تفكر؟ اكيد تفكر انه هذا عنده اوبستراكشن. زين دكتور هل يا ترى مرات ممكن يغششنا بالكيس؟ احنا هم نريد نذكره معلومه انه مرات ممكن اني اقول لك، وهذا طبعا انت ستنانا قبل لا يغششك انت عرفت انه كلينيكالي هذا عنده انسداد بالكومن بايل داكت، او من خلال التحليل عنده انسداد بالكومن بايل داكت تمام. بس مرات انه يقول لك والله يابا شفنا بالسونار بالالتراساوند، او مثلا يقول لك انه سوينا مفراز، هاي هنا الكيس يصير اسهل، انه يقول لك بالمفراز لقينا كمان بايل دكت متوسع، او بالسونار لقينا كمان بايل دكت متوسع، او لقينا ستون. بس احنا انا اريد هسه اضبطك بحيث كلينيكالي او عن طريق التحليل انت تعرف انه هذا عنده كمان بايل دكت ستون. طبعا السؤال وهو من يقول لك يابا هسه عرفنا الدياجنوسيس شلون، السؤال الثاني وهو What is the most important أو الجولد ستاندرد من يقول لك أهم investigation تقدر تأكد به التشخيص، أو هو يعتبر الجولد ستاندرد بالتشخيص، فش تقول له؟ هاي هاكوبر كتبت لك إياه اللي هو الـ ERCP، هذا المنظار اللي اتفقنا وإن يستخدمونه ويا كونتراست، أو حتى تقدر تفتح السفنكتار والسفنكتار أودي وتقدر تشوف الكمان بايل دكت. فالـ ERCP هذا very important. زين مرات أيضا بالكيس يغششك انه شنو مثلا يريد يقول لك انه هاي المريضه عندها ستون بس بطريقه اخرى، شنو مو ينطيك الاعراض مال اوبستراكشن بس يقول لك يعني يعطيك فد مقدمه، يقول لك هذه هي المريضه هسه انا داري نكتبها، انه يقول لك يا ابا فيميل سوري نخليها باللون الاسود، انه شلون نقول انترودكشن تو ذا كيس، مرات ينطيني فت انترودكشن للكيس ايضا اخلي بالي كمان بايل دكتستون، انه مو ينطيني هاي الاعراض مال الاوبستراكشن بس يقول لي علما انه هي سوت كوليسيستكتومي يعني مسويه ازاله للمراره، او قال لي مثلا انه هي قبل 20 سنه او قبل 30 سنه كان عندها جالستون، او يقول لك انه قبل فتره كان عندها جالستون واتفر. بالمناسبه واتفر ايا كانت الفتره، مو شرط انه انت تقول يعني لا تعتمد على الفتره باختصار، مو الا جالستون قبل اسبوع يلا استون يلا تنتشر بالكمان بايل دكت، احتمال قبل 40 سنه او يجوز قبل 50 سنه اتس اوكي ما لها علاقه، مو حسبالك انه ذا الستون صار له 50 سنه تقول دكتور لا ما افكر بالكمان بايل دكت، ليش؟ مو هو قال لي كوليسيستايتس كان عندها او مسويه كوليسيستكتومي قبل 40 سنه ودحتك ما لها علاقه، ما لها علاقه الفتره، ممكن وحده كان عندها حصوة بالمرارة قبل 60 سنة وشالتها بس هسه رجعت حصوة من جديد ونمت ببطء تمام. فأي شغلات introduction بالكيس تغششك انه ممكن يعني يطيك على معلومة مال المصدر، اها شلون هسه نوضحها؟ زين نكتبها بالأحمر مصدر الحصوة، انه مرات بالكيس مو ينطيك أعراض انت تقدر الشخص انه هذا عنده كمان بايل دكت ستون، ومرات ايضا يعطيك بالكيس فد كلمه او كلمتين تقدر تعرف ايضا مصدر الحصوه.
هو اكثر شيء احنا اتفقنا مصدر الحصوه منين يجي؟ يجي من الكامل بايل دكت اللي ذا كان السكندري، سوري يجي من الجول بلادر. فيقول لك انه هي كان عندها جالستون قبل اسبوع اسبوعين، قبل 40 سنه مسويه كوليسيستكتومي. مرات مثلا شيء يقول لك؟ يقول لك هذا المريض كان عنده مثلا يريد يغششك انه هي برايمر ستون، برايمر ستون مو بسبب انفكشن او بسبب دايت، فيريد يغششك. شيء يقول لك؟ يقول لك هذا المريض او هاي المريضه مثلا كانت تاخذ حبمانه حمل اورال كونتراسبتيف بيلز. دكتور شنو ربط حبمانه حمل بالهيستوري؟ يفيدني حب مانع الحمل يؤدي الى كومن بايل دكت ستون من نوع البرايمري. او يقول لي مثلا انه هو اوبيز سمين زين، او يقول لي اللي هو الهاي هاي فات دايت، هاي فات دايت ذني دلالات على انه برايمري ستون، مو صحيح؟ ذني دلالات على البرايمري ستون. بعد البرايمري ستون ممكن ان يصير بسبب هيموليسيس، عافيه هيموليسيس، يذكر لك بالهيستوري يقول لك المريض مثلا عنده سيكل سيل انيميا، سيكل سيل انيميا تمام. او يقول لي مثلا بالهيستوري انه هو واحده من الاسباب مال البرايمري انه كان عنده انفكشن بالكومن بايل دكت، والله كان عنده كولانجايتس، سوري كان عنده. فوبالتالي إذن السيناريو مثل ما قلنا شلون يعني أنه يدلك على نوع الستون. فأسأل أنا على سالفة اللي هو عندك الكمن بايل دكت زين، سالفة الكمن بايل دكت ستون أنه زين حتى نفهمها وصير أسهل وبدون ما أخذ من وقتكم، أنه راح يجيب لك صفات obstruction، وعرفنا صفات الobstruction clinically ولابراتوري. ثانياً ممكن مرات ينطيني دلالة على الأوريجن، دلالة على أنه أكو ستون، إيفيدنس أوف ستون، دلالة على مصدر الستون، سواء كانت الستون برايمري عافية أو سكندري. هذا حتى يفيدك تأكد تشخيصك للكيس، أنه أنت يا بطل يا طالب يا دكتور من شخصت بالكيس وقلت أنه هذا كمان بايل دكت ستون، أنت من حقك تسأل تقول هذا الكيس اللي جانب الامتحان أريد أعرف هو مصدر الستون منين، لابد يطيني فت سطر سطرين دليله. إحنا قلنا ممكن إيه ممكن لا، مرات يعني أغلب المصادر بالامتحان لأنه هو راح يجيب لك الكيس من المصدر المصادر، فيتطيك الكيس كامل. فأنت تلقى مثلا شي يقول لك إذا كانت سكندري ستون، سكندري ستون هي ما منشأها أكثر شيء من الكمان من الجول بلادر، فيقول لك إنه هي مثلاً كان عندها كوليسيستايتس أو جالستون أو مسوية كوليسيستكتومي. فتنانا أكيد ما دام إجت أعراض مال أوبستركشن مال أوبستركتيف جوندس وهي كان عندها جالستون، فأكيد تخلي بالك إنه هي هاي فعلاً كمان بايل دكت ستون من نوع سكندري. هذا تأكيد للتشخيص إلك بينك وبين نفسك عافية. مرات يعطيك فالدلالة على أنه هذا الستون برايمري وأنت تشخيصك صحيح. شون يقول لك هاي كانت تأخذ حبمانة حمل، حبمانة حمل يؤدي إلى برايمري ستون بالكمان بايل دكت، مو يم الجول بلادر، لا بالكمان بايل دكت يصير برايمري. أو مثلا يقول لك أنه هي سمينة أو تأكل دهون هواي، هاي فات دايت. أو مثلا شي يقول لك أنه هي عدها سيكل سيل أنيميا. مثال نأخذ كيس مريضة جت ألم بالبطن وعدها جوندس ودارك يورين وبيل ستول وحكة ودزينات تحليل لقينا الدايركت مرتفع، الكلام فوسفاتيز مرتفع، جاما جلوتاميل ترانسفيريز مرتفع، علما انه هي نون كيس اوف سيكل سيل انيميا. انا من خلال الاوبستركشن عرفت انه هي كمان بايل دكت ستون. وحتى كلمة السيكل سيل انيميا وفيميل استفاديت انه عرفت انه ما دام هي سيكل سيل انيميا اذا هذا برايمري ستون. يعني بيني وبين نفسي اكدت تشخيصه للستون، شفت؟ هاي الفكرة. زين؟ تبقى خاف من يسألك انه عرفنا من هو الانفستيجيشن الاكثر دقة او الانفستيجيشن الجولد ستاندرد في تشخيص الكومن بايل دكت ستون. هذين اللي اريدك تتعامل وياه. بالمحاضرة الرابعة عندك هنا فيري امبورتنت، بالمحاضرة الرابعة لازم تعرف انه عن طريق الجوندس. بالمحاضرة الرابعة هسه اريدكم شوية تركزون وياي انه المحاضرة الرابعة هي نفسها عاد المعلومات وتعريف الجوندس وأنواعه، بس بيها فت صفحة جدا جدا مهمة أنه عن طريق الجوندس زين إحنا نقدر نعرف أنه إذا كانت هاي الجوندس مشكلتها بناين يعني مثل الحصوة أو غيرها، أو أن يكون مشكلتها مليجنت. هاي أريدكم تركزون عليها جدا مهمة. دكتور شلون نعرف إذا قال لك أنه الأبصفار انترميتنت؟ تمام، إذا قال لك هنا الأبصفار انترميتنت متقطع
تمام زائد لونه مايل يلوش يعني ما صاير برتقالي أصفر ليموني هذا من تلقى قول سببه مو مالجنانت سببه ستون أو إلى آخره أو انسداد هذا بناين بس إذا ذكر لك بالهيستوري تمام إذا ذكر لك بالهيستوري قال لك يابا هاي خاف إنه تريد تعرف الفرق بين البناين وبين مالجنانت موضوع حسه على حدا مو يم الستون ولا غيره خاف يذكر لك بالهيستوري ويريد يغششك وأحد الأمسكيوات تلقى بي كانسر دكتور شلون نعرف من خلال الأبصفار أنه هذا سببه كانسر مالجنانت إذا قال لك الجوندس مالته بروغرسيف تمام إذا قال لك الجوندس مالته بروغرسيف يعني جاي تزداد شوية شوية أبصفار وما يسكت اللون مالته لدرجة تتحول إلى أورنج برتقالي تمام سوري تحول إلى أورنج برتقالي إذن هاي من تلقاها تفكر بالمالجنانت بس أنا أريد أغششك بهاي النقطة بي كيرفول تمام أما إذا ذكر لك بالكيس بس جوندس بس خلاص بدون أي سالفة لا بروغرسيف ولا شيء فتمشي أنت على البناين على الحصوة وعلى تشخيصاتك بس خاف مرات يحط لك فت كيس شوية صعب يقول لك يجي مريض عنده فقدان بالشهية وعنده فقدان بالوزن وكبير بالسن وصاير عنده أبصفار ما جاب لك طاري أعراض مال أوبستركشن ولا غيرها بحيث الكيس تحسه غريب بس تتباوع السطر أها يقول لك الجوندس مالته صايرة أورنج أو بروغرسيف أوهو هاي معناتها مالجنانت هاي معناتها سببها كانسر معناتها أكو تيومر بالكومن بايل دكت وغيره هذا التيومر مالجنانت هاي بس أنه أريد أوضح لك إياها شدوا حيلكم يا أبطال موفقين جميعا وشكرا جزيلا لكم.